أعزائنا المشاهدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج أستاذ في الطب أتشرف بأن أكون مع حضراتكم إن شاء الله ولمدة تقريبا ساعة نتكلم فيها عن كل الحاجات اللي احنا عايزين نعرفها ومفاهيم بعيدة عننا عايزين نقرب منها إن شاء الله أقدر أوصل لكم المعلومة بشكلها الصحيح والمبسط الجميل آه إن شاء الله النهارده هنتكلم عن آه حاجة آه اسمها حديث الساعة اللي هي الكورونا فيروس الكورونا اللي هي آه الكوفيد 19 لو تسمعوا عنها بمنطوق آخر يعني كلمة كوفيد 19 الكو من كلمة كورونا كوفيد آه اللي هي آه فيروس آه 19 اللي هي تم اكتشافها سنة 2019 يعني تقريبا السنه اللي فاتت وزي ما حضراتكم عارفين رغم ان هي ما بقالهاش فترات طويله لكن للاسف عامله رعب للعالم كله بعض الدول تقريبا قفلت بعض الدول بتحجم حركه ناسها بعض الدول بتحجم حركه الناس اللي داخلين لها والى اخره كل ده لانه هو الحقيقه فيروس مازال مش معروف شكله ولا معروف تصنيفه ولا معروف هو ممكن يوصل لحد فين ولا الكلام ده كله علشان حضراتكم تعرفوا الموضوع من البداية أو أصل البداية كانت سنة 1973 كانت سنة 1937 سنة 1937 تم اكتشاف الفيروس اللي هو فيروس كورونا ده فيروس كورونا ده شكله عامل زي التيجان بتاعت زمان بتاعت الملوك القدام قوي لو حضراتكم شفتوه هتلاقوه عبارة عن كورة وطالع منها نتوءات لو قطعنا الكورة دي بشكل عرضي أو عرضي هتلاقوا الأجزاء أو البروز اللي ظهرة من الجزء العلوي بتاعها اللي هو أشبه بالبروز بتاعت التاج الكورونا فيروس الحقيقة أصبح قادر على إصابة الإنسان سنة 1965 يعني خد الفترة اللي فاتت دي كلها اللي هي من من سنة 37 لحد 65 كان بيصيب الطيور والحيوانات وخلافه ما كانش بيجي ما كانش بيصيب الإنسان. سنة 65 أصبح عنده القدرة إنه يصيب الإنسان. ده ملوش غير معنى واحد بس أن هذا الفيروس قادر على فكرة التحور والتغير وبشكل سريع من سنة 37 لسنة 65 مش, مش فترة طويلة قوي علشان نقدر نقول أن الفيروس أو الفيروسات تعمل الكلام ده كله الفيروس ده جه في الفترة الأخيرة الحقيقة وتحول إلى فيروس شرس جدا تحول إلى فيروس قادر على فكرة التحور بشكل سريع جدا لدرجة أنه في الفترة الأخيرة دي احنا بنقول أنه في أكثر من, من مستوى أكثر من, من نوع من, من الفيروسات هو هو نفس الفيروس ولكن بيتم تحوره تبسيطا للمعلومة علشان نعرف يعني إيه الفيروس بيتحور والفيروس في حاجة اسمها شريط الوراثي شريط الوراثي ده بيبقى عبارة عن أجزاء متقاربة أو متشابكة بكيفية معينة لو اختلفت هذه الأجزاء في الترتيب أو التشابك يديني نوع تاني من أنواع الفيروس بس هو نفس الشكل يعني يبقى هو هو الكوفيد 19 ولكن بشكل مختلف شوية بشكل أعنف شوية ده اللي حاصل في خلال الفترة الأخيرة <applause> الحقيقه الكوفيد 19 زي ما قلت لحضراتكم عامل زي التاج هذا الفيروس بيختلف شويه عن الفيروسات اللي احنا نعرفها احنا نعرف مثلا فيروس الانفلونزا وهو كان من الفيروسات اللي احنا عارفين ان هي تقريبا فيروسات انفلونزا الوقت المختلف الامر بقى مختلف بقى عنيف جدا بقى بيصيب ناس في اعمار مختلفه كان بيجي لناس برضه معينه الوقت اصبح بيصيب الناس على جميع المستويات على جميع الاعمار السنيه في في جميع الاعمار السنيه بيجي للصغير وبيجي للكبير وبيجي للشخص الوسط بس يمكن الملحوظ او الملاحظ في هذا الامر انه بيجي لناس غالبا بيبقوا ليهم شكوى من نوعيات او من امراض معينه يعني بنلاقي ان الفيروس بيجي لبعض الناس اللي هم احنا كنا بنقول دائما نخاف على مرضى القلب وعلى الحوامل وعلى الاطفال اللي عندهم بعض امراض والعياذ بالله ربنا يشفي في كل مريض يعني الامراض السرطانيه وخلافه لان بتبقى مناعتهم ضعيفه وكنا بنقول ان الفيروسات بتبقى اكثر شراسه لما بتصيب حد منهم، حد كبير في السن وخلافه. حقيقه الامر ان هذا الفيروس اثبت انه قادر على اصابه الشخص التعبان ده او الشخص السليم حتى. ما حدش بيقدر او ما حدش لحد دلوقتي قادر يحدد بالظبط نوعيه او كيفيه الاصابه. بهذا الفيروس آه مش كيفية الإصابة اللي هي آه كيفية انتقاله يعني لا آه الشكل العام اللي ممكن يؤدي إليه هذا الفيروس بالنسبة للشخص سواء كان ضعيف المناعة أو كانت مناعته آه سليمة آه زمان كنا بنبقى قلقانين من آه فيروس اي HIV مثلا اللي هو آه آه الإيدز لو تسمعوا عنه آه كنا قلقانين من من فيروس الاتش بي في اللي هو آه فيروس بي آه اللي هو بيجي بيصيب الكبد وخلافه آه فيروس سي نفس نفس الكيفيه آه الفيروس النهارده الحقيقه آه سريع جدا آه الفيروسات اللي احنا اتكلمنا عنها دي يمكن آه خدت شكل التحورات اللي هي بتاخدها بشكل آه عشوائي زي ما ما بتعمل وبعدين في النهايه تقريبا تكاد تكون استقرت على مستوى معين ما زلنا لحد النهاردة بنعاني ولسه لا ندري إلى أي مدى سيصل هذا الفيروس الحقيقة احنا فرحانين شوية في خلال الفترة دي لأن الجو حر قوي وده شيء من الحاجات اللي احنا عارفين ان لها تأثير على نشاطية الفيروس كل ما كان الجو حر كل ما كان هو أقل في النشاط ولو حضراتكم متابعين الموضوع كنتوا عرفتوا ان فكره التخليق اللي بتحصل لبعض الطعوم اللي, اللي موجوده دلوقتي بتتعمل تحت درجات تحت الصفر بدرجات معقوله جدا. فاحنا بنتعشم ان شاء الله انه في الفتره اللي جايه الفيروس قوته تقل نتعشم ان شاء الله ان حدته تقل نتعشم باذن الله ان اعداد المصابين هو كمان يقل المشكله الحقيقه ان احنا عندنا احنا الحمد لله مستشفياتنا مستعده وبشكل معقول لكن الحقيقه الفيروس هو اللي بيتعامل بشكل يعني غير معقول يكاد يعني يكون غير معقول غير مسبوق يعني اجتياح للعالم كله في كل بلاد العالم في كل منطقه سواء كانت برد او حر او خلافه آه بيصيب الناس بشكل آه ما زلنا متحيرين إلى حد كبير في آه كيفية التعامل معه وكيفية آه 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 علاجه آه الحقيقة احنا عندنا آه طرق آه مهمة جدا للحماية المفترض ان كلنا ناخد بالنا منها علشان آه تفادي الإصابة بمثل هذا الفيروس من ضمن الطرق اللي احنا بنتبعها للحمايه من هذا الـ الـ الفيروس هو ارتداء الماسك لازم نلبس ماسكات او الـ القناع الـ الوجهي او الانف الفمي ده اللي هو بيحول دون الاصابه بهذا الفيروس او اللي بيمنع وصول الـ الـ الفيروس بكميات تؤدي الى ظهور الاعراض على الانسان ودي مشكله تانيه مشكله ظهور الاعراض دي في ناس بتبقى مريضه ومع هذا ما يبانش عليها لانه هو زي ما قلنا ان هم بقوا اكتر يعني حوالي تقريبا خمس مستويات من من الفيروس كل واحد منها بيصيب الانسان بشكل او باخر على حسب مناعه الانسان وعلى حسب نوع الفيروس لو صادف ان الفيروس القوي ده اصاب انسان مناعته ضعيفه او معقوله بيبقى له تاثير للاسف صعب جدا اذا اصاب انسان الفيروس اللي هو مناعته الفيروس اللي هو الضعيف او اللي هو واصاب انسان مناعته كويسه بيبقى له تاثير الحمد لله معقول وبياخد فترته وبعدين الحمد لله بيروح الحقيقه احنا بنقول ان هم تقريبا حوالي خمس انواع بتختلف قوتهم باختلاف يعني النوع اللي بيصيب الانسان كل انسان منهم او كل واحد منا على حسب مناعته وقدرته على التصدي لهذا المرض الحقيقه احنا النهارده المفترض ان احنا هنتكلم في جزئيتين جزئيه خاصه بهذا المرض وجزئيه خاصه بالاسنان اللي هو المجال الاساسي بالنسبه لنا الحقيقه علشان نتكلم عن او نربط الاثنين ببعض علشان كثير من الناس بيتسألوا لما نيجي نروح عياده الاسنان نعمل ايه او نخاف ازاي او او ما الى ذلك. نرجع للمشكله الاهم في الـ ما أصبحتش مشكلة مستشفيات وما أصبحتش مشكلة مجال طبي بس لا دي أصبحت مشكلة بنلمسها في الشارع مشكلة الحقيقة كبيرة وما زالت محاولات السيطرة عليها جارية وإن شاء الله نتعشم بإذن الله أن هي تؤتي ثمارها في فترة قريبة جدا بإذن الله هذه المشكلة مشكلة الماسك اللي حضراتكم آه شايفينه ده. آه الماسكات دي آه منها انواع وانواع كتير. آه وكل شخص بدا يتصور انه آه سوق مفتوح ينتج فيه ما يشاء ويطلع منه او يطلع آه لهذا السوق آه الكميه اللي هو آه عايزها آه بالكيفيه اللي هو عايزها. فنلاقي مثلا نوعيه زي دي كده هي عباره عن قطعه قماش مطاطية وليها شدادين قطعة القماش تقريبا ممكن تغطي الوجه بالكامل الشدادين دول يعني يدوب يكاد يصلوا إلى الأذن المفترض أن احنا لما بنستخدم الشداد الماسك العادي بندور على الحديدة اللي بنطبعها على منطقة الأنف مسألة تطبيع الحديدة دي على منطقة الأنف مهمة جداً لانه لو ما تمش تطبيع الحديده دي على الانف هيبقى الماسك عامل خط كده. الخط ده بيبقى واسع جدا من الجزء العلوي وممكن كمان يبقى واسع جدا من الاجناب من ناحيه الخدود او الاشداق من الناحيه الخارجيه. آه وبالتالي آه اي حاجه ممكن تدخل مع مع التنفس العادي. ده واحد من ضمن الحاجات اللي احنا آه بنقول للناس خدوا بالكم منها حاولوا تحذروها حاولوا تبعدوا عنها حاولوا تشوفوا تتاكدوا ان الماسك اللي انتوا هتلبسوه جاي من مكان او من منطقه او من شكل طبي بحيث ان انتوا لما تستخدموه ان شاء الله تبقوا بعيد عن مساله انتقال العدو لو شفنا نوع تاني من انواع الماسكات ده نوع يبان انه شكله كويس وما فيش فيه مش... في مشكله خالص بينما الحقيقه هو اساسا ما فيهوش الدعامه المعدن اللي بتتطبع على منطقه آه الانف او الخدود. دي آه المفروض ان الدعامه دي بتمنع لما بتتطبع كده على منطقه الانف او الخدود بتمنع دخول اي حاجه آه متطايره او خلافه. واحنا عارفين ان الفيروس اللي عندنا بينتقل آه اما بينتقل عن طريق الرذاذ او آه بينتقل عن طريق التلامس. لكن لسه لحد دلوقتي ما فيش حاجه بتقول انه بينتقل عن طريق الهواء. الفيروس ده حوالي 22 اه 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 مايكرون تقريبا ودي اه معناه انه وده معناه انه فيروس تقيل فيروس حجمه ضخم اه وده من برضو من من ضمن الحاجات اللي بتحجم فكره انتشاره لو كان فيروس بينتقل عن طريق الهواء كان بقى صعب جدا لو كان الفيروس ده بينتقل عن طريق الهواء كان عمل اه اجتياح للعالم كله تقريبا في فترات بسيطه لكن هو من حسن الحظ انه ما زال لحد النهارده من كرم ربنا الحمد لله انه بينتقل عن طريق الرذاذ اللي احنا ممكن واحنا بنتكلم وخصوصا الناس اللي عندهم مشاكل في الاسنان وخصوصا الاسنان الاماميه بتلاقي الرذاذ بيتناثر من من الفم اثناء الكلام لو الفيروس ده الفيروس بيبقى موجود في اللعاب للاسف آه لما يحصل تناثر لهذا اللعاب لشخص آه للشخص المقابل ده ممكن ينقل هذا الفيروس احنا قلنا ان الفيروس ده آه يعني بيقدر يسافر مسافات مع الكلام يعني لو شخص واقف قدامي وبتكلم معاه وارد ان هذا الفيروس ينتقل للشخص الامامي ده لو هو عندي لو هو عندي وحتى لو اعراضه مش مش واضحه او مش باينه عندي ممكن للشخص اللي بيتكلم معايا ممكن تكون مناعته اضعف كتير فيبدا يتاثر لو وصله هذا الفيروس فهو بينتقل ممكن ينتقل من شخص لشخص بطريق القطرات اللي بتطلع من الفم او الانف مع الكلام او او العطس او خلافه بتنتقل هذا الشخص أو عن طريق التلامس لنفترض أن أنا مثلا عطست أو كحيت في, في إيديا مثلا وبعدين رحت سلمت على شخص تاني آه في آه وأنا لسه مازال آه على إيديا آه نوعيات آه هذا الفيروس آه بيبقى سهل جدا أنه ينتقل عن طريق التلامس أو سهل أنه ينتقل عن طريق الرزاز لكن لسه لحد النهارده آه ما فيش حاجه بتقول انه بينتقل عن طريق الهواء وده من كرم ربنا علينا لانه الفيروسات اللي ممكن تنتقل عن طريق الهواء لازم تقل عن ال22 عن, الـ عن الـ 20 مايكرون ده آه لانها بتبقى خفيفه جدا فتسافر مسافه حوالي مترين آه المسافه دايما اللي احنا المفترض نحافظ عليها بيننا وبين الشخص المقابل او اللي قدامنا تقريبا ما تكونش اقل من هذه المسافه لانه المفترض انه وارد انه اصبح بيتطاير آه مع مع اللعاب فلو شخص آه بيسعل او بيكح او بيعطس آه بتاخد الرزيزات دي بتاخد مسافات في الهواء لو اتجاه الريح كمان معاه بيتجه في, في اتجاه الشخص فممكن آه يتشال مع الريح ويوصل لمسافات ابعد شويه من اللي احنا آه بنتكلم عنها لو الشخص ده اه، لو اللي بيعطس او الشخص المقابل ليه بيرتدوا نوع من انواع الماسك السليم ده معناه انه ان شاء الله ممكن ما يوصلوش الفيروس او ممكن ما يوصلش اه، ما، ما، ما القطيرات اللي بتطلع من تجويف الفم دي ما توصلش من شخص لشخص وبالتالي ما يوصلوش هذا الفيروس نرجع تاني لموضوع الماسكات اللي احنا قلنا عليها ده ما فيهوش دعامه وبالتالي بيبقى سهل جدا ان هو يعني ما ابسط انه حتى الفيروس لو تطاير لو جه على وجه الشخص تخيلوا حضراتكم كده نضرب مثل وان كان هو بس للتبسيط يعني علشان بعض الناس يتفهم الامر يعني لو جبنا قليل من الدقيق دقيق عارفين الدقيق طبعا اللي هو الدقيق بتاع البيوت ده تخيلوا حجم كريات الدقيق قد ايه ولو انا وقفت قدام شخص وعلى مسافه معينه ونفخت في هذا الدقيق لو هو لو انا خدت على ايديا ونفختهم في وش الشخص اللي قدامي تخيلوا هو هيوصل ولا مش هيوصل تخيلوا حضراتكم هيعمل قد ايه تاثير في الشكل في 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 الوجه عموما مش بس لمنطقه التنفس لا ده للوجه عموما ده نفس الشكل اللي احنا بنقوله بالنسبه للفيروس احنا مش عايزين الفيروس يسافر المسافه دي مش عايزين الفيروس ينتقل عن طريق العطس او الكحه اللي بيكحها لشخص او بيعطسها من من شخص لاخر علشان كده احنا بنقول ان احنا لما نستخدم نوع من انواع الماسك لازم نستخدم ماسك محبوك او محكوم يحكم او يتطبع مع منطقه الوجنات ويتطبع مع منطقه الانف علشان يقفل المنطقه دي خالص ويكون مشدود على منطقه على على الودان علشان ما يديش الفراغات اللي اللي احنا بنشوفها دايما موجوده بنشوفها في كل مكان يعني لو حضراتكم ركبتوا مثلا مترو ولا ركبتوا ميكروباص ولا حتى مشيتوا في الشارع هتلاقوا الناس ماشية لابسة الماسك والماسك عامل تجويف عامل جيب هنا وجيب هنا الجيوب دي كفيلة بأنها تدخل أي نوع من أنواع الفيروس وخصوصا أن احنا من تحت الماسك ده بنستنشق عملية الاستنشاء دي بتشد الهواء اللي حوالينا من التجويف أو من الفتحات اللي موجودة في الماسك دي هذه السحبة اللي احنا بنسحبها دي مع الهواء بتدخل للمناطق دي ولو في لا قدر الله حوالينا الجو مش مش منتظم او ملوث بتوصل لمنطقه الانف ومنها لمنطقه الصدر شفنا في الفترة الأخيرة الحقيقة الفيروس بيتعامل بكيفية مختلفة شوي يعني الفيروس أول ما بدأ أو أول نوع كانت الاعراض بتبقى خفيفه وبسيطه وسهله بعض الناس يجي لها شويه تعب شويه مغص شويه اسهال حاجه بسيطه كده وتنتهي وخلاص وخلصت المساله. الموضوع اصبح في حاله تطور مستمر. يعني كنا بنقول ان الفيروس بيجي مثلا بيعمل هو نوع من انواع فيروسات تعتبر فيروسات الانفلونزا. فالمفترض ان احنا عارفين ان الانفلونزا دي اقصى حاجه بتعملها اللي هي العطس والكحه آه لما تعمل شويه آه مثلا آه شويه اسهال او بتاعه حاجه بتبقى حاجات بسيطه وحاجات سهله وحاجات آه سهل السيطره عليها لقينا الحقيقه الفيروس في الفتره اللي فاتت وارد انه يعمل الكلام ده يعني بيعمل آه زي ما بنقول كده ممكن, ممكن يعمل اسهال ممكن يعمل اسهال ممكن يعمل تعب في في المعده ممكن يعمل تعب في في المعده آه بعد كده بدات تبقى المساله مساله التكسير وال والعضلات اللي اللي مش الواحد مش قادر يحركها والكلام ده دي بقت مراحل آه تالي آه بعضها واخدت شكل متتالي وسريع جدا آه ما كانتش موجوده في الفيروس الاولاني اللي احنا بدانا نقلق ونخاف منه او في الجزئيه الاولانيه بدا الموضوع يوصل لمرحله إنه مش بس بيصيب الجي أي تي أو اللي هي القناة الهضمية يعني، لأ ده بيصيب القناة الهضمية، كمان بيصيب منطقة الصدر. بيصيب منطقة الصدر؟ أه بيصيب منطقة الصدر، ما هو إنفلونزا أساسًا. بدأ يدي منطقة الصدر، وبعدين يدي منطقة البطن، وبدأ يتحور إلى أماكن أخرى، وصل الموضوع لمرحلة إنه بيؤدي إلى حالات زي ما حضراتكم عارفين طبعًا. الى حالات وفاه وما اكثر الحالات المكدسه في في كل مكان ده الكلام ده اللي احنا نعرفه لكن في زي ما قلنا نوعيات فيروس اخف وابسط وما بتبانش ما بتصاحبها حتى اللي عنده نفس نوع الفيروس ده ما بينتبهش انه عنده فيروس وحاجه بتعدي بتيجي وبتعدي آه بسهوله. آه الحقيقه موضوع نرجع تاني لموضوع الماسك آه اللي احنا آه قلقانين منه شويه وبالتالي انا الحقيقه لما جيت النهارده لما وجهت لي الدعوه للحديث مع حضراتكم آه قلت انه لازم اجيب آه مجموعه من من النوعيات اللي هي آه اللي مش مظبوطه دي علشان الناس كلها تعرف وتنتبه آه انه مش كل آه مش اي نوع من انواع الماسك يتلبس آه لو آه لو جينا حضراتكم قلنا ان الماسك اللي قبل كده ما كانش فيه الحديده اساسا اللي هي الحديده اللي بتطبع اللي بيتم تطبيعها على منطقه آه الانف آه نشوف نوعيات معمول فيها زي سلكه سلكه لو حضراتكم هتمشوا اليكم معايا على الماسك هتلاقوا ما يشبه آه سلك ضعيفة جدا حاجة مجرد أنها تتعمل تتني وبعدين مجرد أن احنا نبدأ نشد الشداد على منطقة آه على منطقة خلف الرأس أو خلف الأذن هنلاقي آه السلكة دي راحت مفرودة تاني وكان شيئا لم يكن طبعا ده كلام برضو من ضمن الحاجات اللي احنا مفروض ننتبه لها وناخد بالنا منها آه لو حضراتكم آه يعني شفتوا الشداد ده من الحاجات الحلوة جدا أو من الحاجات المميزة أو المفترض إنها آه يا ريت كل الماسكات اللي إحنا بنلبسها تكون بهذه الكيفية، لكن إحنا بنشوف الحقيقة الماسكات اللي إحنا آه بنشوف معظم الناس لابسينها اللي هي اللي معمول لها آه حاجة على الودن كده أو معمول لها زي حلقة على الأذن آه هذه الحلقة آه على على حسب ما بتكون مشدودة أو مرخية ممكن تكون مرخية أو ضعيفة معنا اتصال تليفوني أهلا وسهلا تفضلي فن أستاذة أم علي تفضلي إزاي حضرتك يا الله يبارك فيك وعليك يا فندم سلمت يا دمتي تفضلي حضرتك إزاي نعرف الفرق بين نزلة البرد العادية وكورونا حاضر يا أم علي حاضر أنا يا حاضر أقول لك ببساطة إن شاء الله في سؤال تاني؟ في معدتي مش عارفه انا عندي ايه بالظبط في سؤال تاني؟ سؤال تاني يا دكتور اتفضلي في ناس في ناس بتتعامل معانا اه امم في ناس بتتعامل على انها مع عندهاش كورونا وهي عندها كورونا وبتكون شعاب وكده نعمل معاهم ايه؟ تقصدي ان هم عارفين؟ هل الكورونا في لها مراحل؟ هل الكورونا ايه؟ يعني بتقول عن المرحله الاولى اه اه فمراحل آه. تقصدي انها آه مراحل فعلا بيبقوا عارفين يبقوا عارفين إن عندهم كورونا بيمشوا مع الناس ويكلموا الناس عادي لا ما هم طب هم يعني انت عارفه ان هم بيبقوا عارفين ان عندهم كورونا بيبقوا عارفين ان عندهم كورونا وبينزلوا ويمشوا في الشارع وبيكلموا الناس وما بيعزلوش نفسهم يعني تقصدي اه اه ولو أن ده صعب شويه آه. آه. ده صعب شوية يعني اه ما طيب. بيعرفوش الناس اللي هم عندهم كورونا وبيمشوا عادي ماشي ماشي طيب في في أي سؤال تاني؟ وهل الكورونا لها مراحل؟ هل حضرتك الكورونا لها مراحل؟ الكورونا نفسها؟ اه ولا ولا تحور الفيروس نفسه ممكن يبقى له مراحل؟ تقصد ان الفيروس نفسه ممكن يتحور؟ تحول المف... الم... الفيروس نفسه ماشي وهو كذلك حاضر ماشي شكرا يا دكتور تسلمي يا شكرا طب آه طيب نأجل الكلام دلوقتي يعني عن الماسك قليلا لحد ما نرد بس على الاستاذه آه هي بتقول الحقيقه انه في ايه الفرق بين نزله البرد والكورونا؟ هو الحقيقه الكورونا اللي حضرتك لازم تعرفيه انه هو فيروس من فيروسات اللي بتجيب للناس اللي احنا كنا بنقول عليها زمان آه انا عندي برد. هو المفترض انه الفيروس بهذه الكيفيه هو من النوع ده. هو فيروس كورونا آه من, من ضمن المجموعه بتاعه الانفلونزا دي. بس هو الحقيقه آه الوقت آه اصبح زي ما قلت لحضراتكم آه الفيروس تحور وبدا يصيب آه الناس باعراض ما كانتش موجوده قبل كده. هذه الاعراض آه اللي اللي تحورت آه بشكل آه مختلف شويه وبعضها اصبح عنيف لدرجه آه انه بيودي بحياه والعياذ بالله آه الاشخاص. آه زي ما قلنا انه آه من ضمن الحاجات اللي احنا عارفينها ان فيروس مثلا انفلونزا آه او خلافه كان بيجي لمنطقة الانف ومنطقه الجيوب الانفيه ماشي كان بيسمع في منطقة الصدر وخلافه آه الحقيقة دلوقتي فيروس كورونا بيجي في أكثر من مكان وبيجي آه لأكثر من في أكثر من من جزئية في الجسم وبالتالي منطقة المعدة كمان بدأت تتأثر من منطقة العضلات إجمالًا بدأت تتأثر الجيوب الأنفية بدأت تتأثر كل حاجة تأثرت بشكل بقت متأثرة بشكل واضح من النوعية أو بالنوعية الجديدة وده للأسف آه طيب آه معذرة يا أم علي أخد بس تليفون تاني وبعدين أرجع لحضرتك تاني تفضل يا أستاذ سعيد أستاذ سعيد من اسكندرية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي تفضل أستاذ سعيد واضح إن الخط قطع معلش معذرة شكرا أستاذ سعيد وإحنا في انتظار مكالمتك مرة أخرى نرجع نكمل كلامنا عن موضوع تحور الفيروس وخلافه اللي كانت بتسأل عنه الأستاذة قبل الأستاذ سعيد الفيروس طبعا قابل لأنه يتحور وبشكل سريع جدا زي ما قلنا إن إحنا تقريبا وصلنا لمرحلة إن إحنا أصبح عندنا تقريبا حوالي خمس فيروسات عندنا مجموعة من التطعيمات آه تطعيمات لهذا وذاك وتلك آه وما زلنا لحد النهاردة آه مش قادرين نحط إيدينا آه بالضبط على الأمور على إن هو أمر ثابت أو إنه فيروس آه خد شكله وأصبح آه فيروس ثابت آه لا ده هو أصبح آه هو فيروس متحور وبشكل آه سريع وعنيف رغم إنه زي ما قلنا إنه هو من سنة آه 39 آه 37 لسنه 65 آه قدر يتحور انه يوصل للانسان. يعني يمكن حضراتكم تسمعوا مثلا عن انفلونزا الطيور. انفلونزا الطيور من ضمن الحاجات اللي كانت موجوده في الفتره اللي فاتت وكنا فعلا قلقانين منها جدا لكن آه اتضح ان هي ولله الحمد ما بتنتقلش آه للانسان بشكل مباشر او من الانسان للانسان بشكل مباشر. آه انما النوع ده الحقيقه ينتقل بشكل مباشر الاستاذ محمود من اسيوط اتفضل اه أيوة يا فندم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فندم ازيك يا دكتور ربنا يبارك في عليك يا فندم سلمت ودمت كل يا استاذ بخير. الله يكرمك حبيبي وطب الصحه والسلامه أه. واهل اسيوط كلهم بخير سؤالي حضرتك هم اللي حصل معايا انا شخصيا يعني مش تجربه مع اي حد تاني اتفضل اتفضل حبيبي اتفضل يا دكتور حضرتك انا من حوالي 10 ايام قلعت درسي اللي هو درس جميل بعدها بيومين جالي سخونه والسخونه عارف معايا ثلاث ايام وبعد الثلاث ايام درس الوقت اللي انا بكلم حضرتك فيه لو انا باكل ليمون ايوه ليمون اخضر كاني بشرب ميه تمام لو سمعت ما بشمش ريحه ال... ريحه اي حاجه يعني لو <applause> تمام احترام لحضرتك لو ريحه سمعت او ريحه اي اكل ما بشمش ريحه كويس كويس <applause> كويس انت يعني انا عارف حضرتك ده كده يعني كورونا ولا ايه؟ بص يا حاج محمود مش انا لوحدي لوحدي كمان يعني انا ومراتي في الوقت اللي انا فيه دلوقتي اه يعني حاجه حاجه اصبحت في الاسره يعني في الاسره كده انا وزوجتي كده حضرتك و يعني ممكن ابقى جعان بعد الفطار بفطر آه. بحس ان انا بعد ما باكل يعني الانسان بياكل فجسمه بيشد شويه لا بحس ان جسمه كله سايب وجد زي رعشه كده سلامتك الف سلامة شفاك الله وعافاك يا استاذ محمود الله سلام يا الله حبيبي الله بص يا استاذ محمود هو اتفضل حضرتك واسمعنا من خلال الشاشه حضرتك يعني مجرد ان انت بتكلمني ده يدينا انطباع ان انت الحمد لله بحال معقوله وبصحه معقوله وحتى لو فرض ان انت واخد اي نوع من انواع الفيروس آه فانت ممكن تكون ده لو فرض آه وعملت آه آه بعض الأشعات وبعض التحاليل اللي هي تثبت آه انه موجود او مش موجود او تثبت ان الرئه بحاله جيده او بحاله غير جيده الكلام ده طبعا مساله التشخيص دي آه مساله آه مهمه جدا في الموضوع وليها ناسها آه مجرد ان حضرتك بتكلمنا وبتكلمنا آه بهذه اللهجه اللي احنا سامعينها الصوت الجميل ده ده معناه انك الحمد لله آه حالتك آه معقوله وحتى لو في لا قدر الله آه نوع من انواع الفيروس فهو النوع احنا قلنا ان هم تقريبا بقوا خمس انواع فحتى لو فرض انه موجود من غير حضرتك ما تعمل تحاليل وبتاع وكلام من ده حتى لو فرض انه هو موجود فهو النوع الخفيف جدا اللي هو النوع اللي ممكن يبقى له تاثير معقول والجسم بيقدر يقاومه الكلام ده للجسم اللي بيكون الحمد لله صحيح بعض الناس بتبقى اجسامها ضعيفه شويه الصيام من شانه انه يقوي المناعه مش يقللها وده يمكن بعض الناس بيبقوا مش منتبهين له او مش واخدين بالهم منه لكن هذه هي الحقيقه يعني آه المفترض ان انا وانا آه طيب آه اخد الاستاذ رامز وبعدين آه اكمل لحضرتك استاذ محمود وانا كده هننسى وهندخل كل حاجه ببعضها اتفضل يا استاذ رامز وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بيحبك. الله يبارك فيك وعليك يا فندم سلام تدوت ربنا يكرمك انا, أنا آه عندي آه سؤال محدد وحصل مع اخويا الاسبوع اللي احنا فيه ده وايه؟ جالوا دور سخونيه يعني جالوا ايه حضرتك معلش؟ دور حراره 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 اه, فضل آه فضل وبعدي تفضل اه اتفضل وبعديه الايه؟ اتفضل اتفضل يا استاذنا قالوا جالوا حراره حراره آه انا سامع حضرتك حضرتك سامعني؟ ايوه يا فندم اتفضل جالوا دور حراره واسهال شديد بعدين طفح جلدي جامد في جسمه كله آه. هل الكورونا فيها طفح جلدي علما بانه الاستروجين عنده كويسه 96 و... ومفيش وما فيش ضيق نفس وما فيش ضيق كح ولا كحه ولا اي حاجه تمام تمام آه, شكرا, يا شكرا يا استاذنا شكرا يا استاذنا حاضر اجاوب حضرتك حاضر تحت حبيب. الله يكرمك حبيبي العفو الله يكرمك بص حضرتك هو من ضمن الحاجات اللي اللي ثبت آه انه الكورونا بتعملها فعلا في فكره آه الطفح الجلدي آه اللي ما كانتش مسبوقه قبل كده آه نعرف ناس كانت صحتها كويسه جدا وكانوا آه يعني ما عندهمش اي مشاكل من ناحيه الجلد وبعد ما بداوا يتعافوا من آه كورونا بدا يبان عليهم طفح جلدي آه بوضوح لدرجه انه اضطر يعني يعني او بعضهم اضطر من الخوف انه يرجع المستشفى تاني تصورا منه ان الكلام ده انه الكورونا ما زالت وعلى اشدها وان هي عامله مشاكل جامده. الحقيقه ان هي يعني غالبا ده بيبقى نوع من انواع المؤث المبشرات يعني ان انها ان شاء الله بتنحسر لكن لازم لازم التعامل ان شاء الله مع مساله الطفح الجلدي دي لانها ما ينفعش تترك بهذه الكيفيه لانه الشخص كمان بيحس انه عايز يهرش مساله الاحساس بانه عايز يهرش او او يحك جلده دي دي ممكن تجرحه وتبقى سبب في امور اخرى وهو جسمه بيبقى خارج يعني لما بي بي بيقاوم هذا الفيروس بيخرج من من هذه المساله بيبقى جسمه الى حد ما آه يعني عايز يتعافى فبيبقى محتاج انه آه ما يتجرحش ما يتعبش ما ما يجهدش بالكيفيه اللي احنا اللي حضرتك بتتكلم عنها دي علشان كده آه بنفضل ان هو آه برضه تحت آه مظله الطب يتم تعامله علشان ان شاء الله تنتهي باذن الله آه معاناته دي الى الابد ان شاء الله وما ان شاء الله ما ترجعلوش آه مرة أخرى كان الحقيقة في, في السؤال الأولاني آه كنا بنقول هو نزلت برد ولا, ولا كورونا آه هو ما فيش اختلاف كبير بين, آه بين الموضوعين آه هو الكورونا هو من نوع, نوع من أنواع الفيروسات اللي آه هي بتاعت اللي هي ممكن آه بتحسس الإنسان بأنه عنده أنف اعراض الانفلونزا اللي هي المعروفه اللي هي التكسير والحراره واحساسه آه احساسه بأنه هو مش 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 قادر يقف مش قادر يمشي آه الـ الـ الكلام ده آه طبعا وصل لمرحله أنه هو في الفتره الاخيره زي ما قلنا آه منطقه الصدر بتتاثر آه مناطق منطقه المعده بتتاثر واتعشم ان شاء الله إن إحنا بس في خلال الفترة البسيطة دي نكون إدينا ولو آآ آآ يعني تنويه بسيط عن كورونا وأشكال كورونا وأنواع كورونا وخلافه يا كل واحد مننا ينتبه ويخاف على نفسه ويتعامل يعني ما يسيبش الماسك إحنا قلنا إن الماسكات في ماسكات كويسة جدا في ماسكات ممتازة هذه الماسكات النوعيات دي النوعية دي أو النوعية دي آه ال اف 2 او آه النوعيه دي آه دي ماسكات او نوعيات قويه جدا كفيله بانها تحافظ على الشخص ان شاء الله حتى لو كان اللي قدامه آه عنده آه لا قدر الله آه كورونا ويا لما نلبس الماسكات دي آه نلبس فيها ولو الماسك من الماسكات الخفيفه دي علشان نبدا نغير الماسك الخارجي ويفضل لنا الماسك الداخلي آه سليم آه ونفضل ان شاء الله معافين وإن شاء الله ألقاكم في حلقات أخرى وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته